هلو ايفريبادي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد من سلسله جي تي ايه المميزه اللي انتم بتحبوها واللي انا كمان بحبها جدا جدا جدا، حتى شايفين عينيها بتطلع قلوب ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو اتمنى تصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. الحلقه النهارده انا واثق انها مميزه جدا، لان لا انا مش واثق بصراحه. هي هتبقى مميزه. كل متفرج على الفيديو انزل دلوقتي حط لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. رابط انستجرام تحت في الديسكربشن، روح هناك واعمل لي فولو، برد على كل الناس لو حابب تكلمني يعني. بس من غير ما اطول عليكم اسيبكم على الفيديو. مشاهده ممتعه. قاعد دلوقتي بصور لكم بعد الفجر، يعني هنحاول نمسك نفسنا شويه ومفيش صياح. كده كده جي تي اي اسامه ما بتحتاجش صياح، بس احيانا الصياح مطلوب، بس احيانا برضه ما بيبقاش مطلوب. بس انا ممكن اصيح. ارحم نفسك بقى شويه. صح صح، انا لازم ارحم نفسي شويه، اصل انت يا ابني ممكن يجرى لك حاجه. صح صح، ممكن يجرى لي حاجه. خلاص يعني قررت ترحم نفسك. صح صح. القطه المشمشيه جت نونا ونونا ونا. يا رب بس الميوزك دي ما يكون عليها كوبي رايت. لازم نضرب حد زي ما انتم عارفين قبل ما نبدا الجيم. ايوه شايفين العصابه دي؟ مات؟ واو، الواد ما خدش في ايدي بوكس. الفيل بت اللي كانت معاه. يلا نرجع على الباب بسرعه عشان ما فيش وقت للتفسير. نقف هنا شويه بعد كده ننتقل للميشن اللي بعدها. اللي جاي الثانيه. بس اول محتاجين نغير اللبس بتاعنا ده عشان مش عاجبني. هو انا اللي مختاره بس مش عاجبني برضه. لا احنا كده ما عندناش هنا خيارات كتير، فكويس نلعب نلعب الميشن بالطقم ده. قولوا لي رايكم، قصدي قولوا لي رايكم في الاوضه بصراحه، لان الطقم ما يهمنيش اطلاقا. جاهزين يا جماعه؟ دي الميشن اللي هنروح نقتل فيها العصابه الشريره. وبعد كده good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. تحسه اسمه ده فرانكي مش طايقه. Employee of the month. Really, nigga. You fucking with me, right? بس ما انتوا رايحين تعملوا ايه؟ انا عايز العربيه اللي جوه دي. صاحبي بعد اذن، هو راح فين موظف الشهر؟ مش دي كانت الاوضه بتاعته؟ هو جوه اهو. افتح ام البتاع دي. طب انا هاخد العربيه اللي في المعرض بتاعك بعد اذن. ايه ما بتتاخدش ليه؟ طب الثانيه. طيب ما ينفعش اخد اي عربيات من عند الديلر شيب ليه يعني؟ هو اي نعم هو راكب لي صف عربيات بره جامد كلهم اجمل من بعض، بس كان نفسي في العربيه اللي جوه بصراحه. ناخد طبعا دي عشان شكلها اشيك واحده. توكلنا على الله. بسم الله. نفسي خلوهم يبطلوا يتكلموا مع بعض. اقسم بالله اللي حط الستوري دي وحط الاحداث والمواقف ما ترباش بجد. حاسب انا قلت بس اسير الجدل. لحظه ستوب كده في نص الطريق. ترهنوني ان انا اوصل لحد الوجهه بتاعتي دي من غير ما اخدش العربيه؟ خدش واحد بره الخدش اللي اختشته. من غير ما اوقف. انا اسف، انا مش هتحداكوا على حاجه ثانيه. نهار اسود، انا هرست مين؟ ركنت معلمين بصحيح. انا الحق لامار. لامار يلحقني. انا فاكر الراجل ده راجل رغاي وبيقعد يقول اي كلام وخلاص وانا ما بطيقوش. فنعمل ايه في الظروف اللي زي دي؟ انتوا عارفين انا ما بحبش اسمي على حد. هو ماك من بوكس واحد. الله اكبر. راح فين يا حلاوه انت؟ كانش المفروض اقتله دلوقتي؟ جاي يا عم اصبر. الراجل ده صحي تاني امتى؟ برضه؟ مات من اول ضربه؟ الله يرحمه. بلس ما نتعرضش للناس دول عشان اللعبه بتزعل.
خلاص اتفضلوا. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to do? بصوا احنا المفروض ندور ونعمل عبط لكن انا عارف اصلا هو انهي مخزن من الاول فنفتحه على طول بقى. افتح يا معلم. Man, ain't this about a bitch. جايين هناكم. المفروض نكون جاهزين الرشاش بتاعنا عشان هنقوم بالواجب. Hola, SA. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah, you saw this motherfucker? ها ابلع المفروض كمان هم بالواجب اتفرجوا بقى على الاحتراف الله يرحمك يا زلطه اخر رصاصه ضربها ما طلعتش في المصوره ردت فيه وجت في صدره قتلته وانا حسيت اني عملت حاجه غلط بس ما كنتش مدرك ايه هي او اتحمست بزياده لا 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 خلاص خلاص نهدى نهدى ونركز وهنجيبها في شويه انا ضربت الاب من صوابع رجله خدت بالكم بتعمل ايه بتعمل ايه ما ماتش اللي هنا ما ماتش بوظت ام الميشن هم هو المفروض كان في مطارده اروح بقى بالعربيه واطارد الراجل بتاع اللي بتاع البايز بتاع الموتوسيكل ده تمام بوظت ام المتعه خلاص ناخد الموتوسيكل بتاعنا ونروح في امان الله هو بطيء ليه ده؟ يا اسطى انا مش فاهم هو واقف ليه اصلا؟ في اشارة ولا حاجة؟ اشارة لا لا الله يعينك تتكلم على الله بصراحة يا جدعان سواقة الموتوسيكل ممتعة جدا عن سواقة العربيات هادي كده وشايفين حاسب يا جدع انت ايه ده ايه ده؟ تعبيط ولا ايه؟ ممتعة وهادية كده عن... طب دول بيجروا ليه؟ ودول بيجروا ليه؟ احنا نمشي يا جماعة بعد كده مظبوط وما نكسرش القانون. واخدين بالكم ان الشرطة مش عارفة اسامي انا موجود؟ لا! لا اكبر عليك يا اسطى انت رايح فين بالجامده العربيه الجامده دي؟ هركنها في الباركن صح؟ الله اخيرا شفت بني ادم بيركن في اللعبه لو خبطت العربيه هيعمل ايه؟ طب طب لحظه بس معلش مش عايز اجربها لو انا خدت العربيه تمام وطلعت وراه هو هيعمل ايه؟ خد يا عم عربيتك يا عم يا اسطى يا اسطى انا كنت بهزر يا اسطى لا لا الله
لا 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 الله عامل كده ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ناخدها للذكرى بس يا جماعة. هنرجع ناخد موتوسيكلنا ولا من شاف ولا من دري. يعني الراجل اللي يعني كنت بهزر معاه قرر يموت. نكمل جيمنا ولا اكن اي حاجة حصلت، نتبسط زي ما احنا. ايزي سواقة الموتوسيكلات ايزي. وبس يا جدعان احنا هنكون وصلنا لنهاية المقطع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناة رز الجرس، تعملوا لايك لان الشير بيحفزني جدا وبينشر المقطع بشكل اكبر. مش عارف الفيديو هيبقى صغير ولا ايه، بس عامة كان فيديو خفيف كده عشان اعرف انزل كذا فيديو تيك توك. واللي بيتابع يا جماعة سلسلة جي تي اي ومش عارف ان انا بنزل ماينكرافت، فانا بنزل ماينكرافت. هنزل لكم دلوقتي على الشاشة رابط اخر فيديو لماينكرافت، خشوا اتفرجوا عليه هيعجبكم جدا. بس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.